المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة علي بن عبد الكافي ابن علي السبكي القاهري، يكنى بأبي عبد الوهاب ويعرف بتقي الدين، وآل السبكي جماعة من أهل العلم، فإذا قيل التقي السبكي كان هو المراد من بينهم. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد غرة سفر سنة 83 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 3 جمادى الآخرة سنة 56 و700، وله من العمر 73 سنة، رحمه الله رحمة واسعة.